السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنكمل المنهج النهاردة بإذن الله لمادة التاريخ. آخر حاجة هناخدها إن شاء الله اللي هي تابع الحضارة القديمة في شمال إفريقيا. آخر حاجة هناخدها اللي هي الوطن العربي والقوى الخارجية اللي هي جت استعملته وإسهامات الوطن العربي لتلك الدول. طبعا يا شباب، الرومان في ليبيا احتل، بدأ الاحتلال الفعلي سواء كان إداري الأول عام 96 قبل الميلاد ده، لكن الاحتلال الفعلي كان عام 46 قبل الميلاد عندما سيطر الرومان على اقليم المدن الثلاثه غرب ليبيا، وبدات تصبح ليبيا في ذلك الوقت والمدن الغربيه والمدن الشرقيه التي انشاها اليونانيون ولايه خاضعه للامبراطوريه الرومانيه في شمال افريقيا. تمام، في القرن الأول الميلادي بدأت كان هناك لحد ما حياة استقرار الرومان في غرب ليبيا في منطقة شرق ليبيا حول الجبل الأخضر، لكن شهدت طرابلس في معركة كده أو حرب بين أويا ولبدة عام 70 ميلاديا، قامت بينهم حروب، لكن استطاعت الإمبراطورية الرومانية أن هي تسيطر على الحرب الدائرة بينهم وتعمل على إخماد تلك الحرب. في القرن الثاني الميلادي بدأت بقى تندل حاجة اسمها الثورة اليهودية. الثورة اليهودية دي عام 115 ميلاديا، لكن استطاع برضو الرومان ان هم يتغلبوا على الثورة اليهودية ويعيدوا السيطرة على ممتلكات الدولة في ذلك الوقت، بدأ ان هم يعملوا على اخماد تلك الثورات. في القرن الثالث الميلادي بقى بدأ الضعف يدب في الامبراطورية الرومانية الموجودة في ليبيا في ذلك الوقت، لكن كان في الامبراطور اللي هو سيبتيموس سيفروس كان بيعمل حاجه اسمها بيعمل تحصينات دفاعيه حول المدن الموجوده في اقليم طرابلس في ذلك الوقت، منعا لايه للاعداء اللي بيجوا من خارج من القبائل المجاوره للمدن الثلاثه في غرب ليبيا. تمام، لكن بدا الضعف يدب في القرن الثالث في الامبراطوريه الرومانيه، وبدات الثورات تقوم رويدا رويدا. في القرن الرابع بقى والقرن الخامس الميلادي في ليبيا خاصه عام 455 سقطت الامبراطوريه الرومانية أو الولاية الرومانية في ليبيا على يد الوندال، خاصة اللي هو كان القائد كان اسمه القائد جنسريك، استطاع أن هو يهزم الرومان ويطردهم نهائي من ليبيا، لكن الإمبراطورية البيزنطية فيما بعد استطاعت أن هي تعيد السيطرة مرة أخرى على ليبيا، واستمر ذلك حتى الفتح الإسلامي لليبيا عام 642 ميلاديا. تأسيس مدينة قرطاجة، هجرت الأميرة ديدو، دي كانت الأميرة دي عايشة في بلاد فينيقيا اللي هي بلاد اليونان حاليا، هاجرت هي وطائفة معها إلى الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، واستقرت في دولة تونس أو مدينة تونس في ذلك الوقت، وأسست مدينة تسمى مدينة قرطاجة. مدينة دي استطاعت عام 814 قبل الميلاد، استطاعت تلك المدينة أن هي تسيطر على معظم التجارة الموجودة في إقليم البحر المتوسط، وبدأ أن هي تتوسع على من ناحية البر، ودمت كل أغلب الأجزاء الشمالية من ليبيا وبلاد المغرب الموجودة حاليا. ولكن حصلت بينها وبين الإمبراطورية الرومانية عدة حروب، بدأت عام 246 سميت تلك الحروب بالحروب البونية، طبعا نظرا للخلافات اللي كانت بتحصل بينهم للسيطرة على البحر المتوسط ومقوماته. وبالفعل استطاعت في نهاية الأمر أن هي تنتصر الدولة الرومانية على الدولة على قرطاجة، وسقطت قرطاجة عام 146 قبل الميلاد، وبذلك انتهت الدولة القرطاجية والإمبراطورية القرطاجية من شمال إفريقيا في ذلك الوقت نهاية. تمام، مظاهر الحضارة القرطاجية. طبعا يا شباب، ايه المظاهر الحضارة اللي هي الحياة السياسية والحياة الدينية والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. الحياة السياسية في قرطاجة زمان كان لكل مدينة رئيس او امير ينتخب، كان هو اول حاجة في العالم القديم زمان اللي هو كان عند القرطاجيين اللي هو ينتخب الرئيس الفعلي للمدينة او ملك الدولة، لكن في نهاية الامر كان بيستعين ببعض المجالس زي مجالس القادة مجالس النبلاء، لكن كان هذا النظام قمعي في عليه السياسيين في المقام الأول. الحياة الدينية طبعا عبدوا بعض الآلهة زي إله الرعد وإله البرق وإله بعل ملكارت وبعض الآلهة اللي كانوا بيعبدوها زمان. الحياة الاقتصادية فعلا بدأوا أنهم يشتغلوا في الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها. الوطن العربي والقوى الخارجية بقى، طبعا شهد الوطن العربي في بعض الأوقات بعض الفتور وبعض الضعف وبعض التفكك، ساعد ذلك على أن في دولة زي دولة الفرس اللي هي إيران حاليا أن هي تبدأ تسيطر على كل الدول اللي عارفة ان عندها النهايه تكتسب منها الثروات، فاتجهت الى بلاد الشام واحتلتها، اتجهت الى بلاد الرافدين واحتلتها، واتجهت الى مصر واحتلتها عام 525.
واتجهت إلى اليمن واحتلتها، ثم اتجهت إلى السودان وليبيا، وكان حكم هناك حكم مباشر للولاية، يعني كان الإمبراطور الفرس يعين والي ليه، ورغم ذلك كان هو اللي يحكم مباشرة في الولاية التي كان يحتلها. بعد كده السيطرة الإغريقية، الإغريقيين يا شباب اللي هم اليونان هاجروا طبعا من اليونان في ذلك الوقت عشان خاطر حدة الجفاف اللي كانت عندهم، ما كانش عندهم أي مقومات اقتصادية تساعدهم على أنهم يعيشوا عيشة رفاهية، فبدأ أنهم يهاجروا من اليونان. أول ما اتجهوا إلى شمال إفريقيا نزلوا في منطقة ليبيا وأسسوا المدن الخمسة المعروفة اللي هي كورينيا وأبولونيا ويوسبريدس وتيوخيرا، إضافة إلى أن هم بدأوا يتجهوا إلى مصر عن طريق الإسكندر الأكبر اللي هو فتح مصر عام 332 قبل الميلاد وأنشأ مدينة الإسكندرية التي آلت بعد ذلك إلى بطليموس القائد بتاعه. بعد كده اتجهت القوى الإغريقية لاحتلال بلاد الشام في القرن الرابع قبل الميلاد بعد هزيمة الفرس، وضم بلاد الشام نهائيا إلى الدولة الإغريقية، ثم اتجهت إلى بلاد الرافدين واستطاعت أن هي تحتل بلاد الرافدين عام 331 قبل الميلاد، وبدأ عصر جديد في الدولة أو بلاد الرافدين يسمى بالعصر الهيلينستي. تمام؟ المحاولات السيطرة الرومانية، طبعا الرومانية طبعا كانت أعظم إمبراطورية في ذلك الوقت بعد الإمبراطورية الفارسية اللي طبعا بدأت يحصلها تفكك وضعف. أول ما استقرت الإمبراطورية الرومانية في المناطق العربية بدأت أنها تنزل على مدينة قرطاج زي ما قلنا اللي هي احتلتها وقضت عليها عام 146 قبل الميلاد نهائيا، ثم بعد ذلك بدأت تتجه إلى ليبيا وخدت المدن الثلاثة في غرب ليبيا والمدن الخمسة في شرق ليبيا. تمام؟ ثم بعد ذلك اتجهت الى مصر عن طريق الامبراطور اغسطس، واستطاعوا ان هم في عام 31 قبل الميلاد ان هم يحتلوا مصر، ثم اتجهوا لبلاد الشام وبلاد الرافدين، وبالفعل بداوا ان هم يسيطروا على اغلب ممتلكات الوطن العربي حتى جاء الفتح الاسلامي، وبدا ان هو ينهي نهائيا حركه الغزاة الرومانيين في ذلك الوقت. اسهامات بقى الحضاره العربيه، ايه اللي قدمه الحضاره؟ بقول لك ان الوطن العربي شهد حضاره متقدمه كانت لا توجد في العصور القديمه نهائيا، ما كانش في اي مكان في العصور القديمه في حضاره غير في المناطق العربيه، زي ايه؟ زي الحضاره المصريه القديمه وزي حضاره بلاد الرافدين. طب ليه؟ ايه السبب؟ قال لك ان المناطق دي كانت تتميز بخيرات وفيره، عندها المياه على ضفاف الانهار، عندها الزراعه، عندها الصناعه، عندها التجاره، اضافه بيقول لك ان هم الناس دي بدات ان هم في تجارتهم بدا يسجلوا كل شيء، فاخترعوا الرموز واخترعوا الحروف الابجديه، اضافه كمان ان هم كانوا لما بيتكلموا بعده لهجات مختلفه او بيسجلوا بعده لهجات مختلفه بدات تظهر بعض الكتابات المختلفه عن بعضها، زي الكتابه الهيروغليفيه المصريه، زي الكتابه المسماريه في بلاد العراق، اضافه ان اللي قام اصلا بتلك الحضارات ناس هاجروا من شبه الجزيره العربيه الى تلك المناطق، كل ذلك ساعد على ايه؟ على ان الوطن العربي يساهم بشكل عام في الحضاره. ميادين الاسهامات العربيه، ايه الميادين اللي الوطن العربي ساهم فيها؟ قال لك الوطن العربي ساهم في ميادين عديده زمان، او اول حاجه اللي هو ركوب البحر، او ان هو يبني سفن ويبدا ان هو يتجه في البحر يمين وشمال ويسيطر على البحر المتوسط اللي هو كان ايه؟ كان اللي هو بيسيطر عليه العالم القديم زمان. تاني حاجه اللي هو الفلك، بدأ طبعا يبرع في علم الفلك جدا ويرصد حركات النجوم والكواكب والشمس والفصول والدوائر في ما يعرف بفلك البروج اللي قسموه ل 360 درجه، بعد كده قسموه ل 36 قسم، بعد كده الحروف والكتابه الابجديه، طبعا اخترعوا الكتابه الهيروغليفيه، اخترعوا الكتابه المسماريه اللي اخذها اليونان ومنها تحولت الى اللغه اللاتينيه لاستخدامها الامبراطوريه الرومانيه قديما. بعد كده ثالث حاجه اللي هو علم الطب، طبعا برع العرب في علم الطب وبرع العرب في علم الرياضيات وبرع في عدة مجالات أخرى أخذها اليونان منهم وبدأ أن هم يتسعوا بها في أوروبا في ذلك الوقت. تمام؟ كده إن شاء الله شباب احنا انتهينا من المنهج المقرر بشكل عام، وكل عام وأنتم بخير، وأي استفسار عليكم الاتصال بالمدرسة إن شاء الله بإذن الله. نكتب الواجب الأخير، الواجب، واحد، تتبع مسارات السيطرة الفارسية على البلاد العربية. اثنين، اذكر أهم ميادين الإسهامات العربية في العصور القديمة. إن شاء الله نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.